السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس ديال اليوم غد نخدم معكم هاد الملاقية سبعة الغريسات مع العقيق. فنتمنى أنكم ونبداو على بركة الله. هنا بالنسبة لهذا الدرس راه خدمته معاكم، فاللي باقي ما شافوش غتلقاوه في الرابط ديالو في صندوق الوصف، او لا كملوا الفيديو حتى الاخر غتلقاو واحد الشاشة ضغطوا عليها غتديكم مباشرة للدرس. هنا البنات عملت بناء الغرز على سبعة الغريزات وعاودت رجعت معاهم حتى الاخر عين عملت فيها غريزة، يعني الغريزة السابعة عملتها وبقى لي الخيط على هذا الشكل. كتذكير البنات بالنسبة لهذا الدرس، البنات المبتدئات عملوا الملاقية هي الأولى عاد عملوا الدرس. فهنا سبق لي ونزلت هذا الفيديو، ما كنتش غنزل الملاقية غير طلب بعض الأخوات، فقررت أنني ننزل لهم الملاقية. ونبداو على بركة الله. هنا غادي نضرب في التوب على هذا الشكل، كنعمل غريزة في التوب وغادي نعمل، بغيتو تعملوا غريزة وترجعوا بغريزة واحدة على طول البياسة فيمكن لكم، بغيتو تعملوا غير الحبكة كيف ما غادي نعمل انا دابا. فهنا غادي نرجع لهاد العين اللي بين هاد الغريزة وبين التوب، ما رجعتش لهاد العين الاخيرة، رجعت غير لهاد العين اللي حدت اللي بين التوب وهاد الضربة. غادي نعمل غير الحبكة، فهذه هي الحبكة البنات اللي كنعمل معاكم دائما على الدرس. وهنا غادي نبقى غادا بنفس الطريقة حتى نوصل لواحد القياس. فهذه هي الحبكة البنات. وهنا كذلك غادي ندوز لهاد الجهة، بعد ما عملت الحبكة على هاد الجهة غادي نجي نشد في هاد العين الأخيرة اللي عندي على هذا الشكل، وهنا غادي نضرب مباشرة في التوب وكنرجع لهذه العين اللي تكونت عندي هنا، دائما بين هذا الخيط والتوب، العين اللي بين هذا الخيط والتوب كنضرب كذلك في التوب بنفس الطريقة وكنرجع مع هذه العين كنعمل فيها غريزة. وهذه هي الطريقه اللي بقى خدامه بها على طول البياسه او لا القياس اللي بغيت. وهنا اخواتي بعد ما عملت الحبكه على هذه الجهه وهذه الجهه، كيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوها بغرزه واحده تهبطوا على طول البياسه. هنا غادي نجي نشد التوب على هذا الشكل، فهذه العين الاولى وهذه الثانيه، فغادي نعمل فيها غريزه على هذا الشكل. هنا كيف ما لاحظتوا معايا عملت العين الاولى والعين الثانيه، وهاد العين هي اللي عملت فيها الحبكه. فهنا غادي نحسب هذه العين الاولى والعين الثانيه وهذه الثالثه، غادي نشد فيها على هذا الشكل وكنخلي الخيط القياس ديال هاد المسافه، ما نرخفو ما نزيرو. هنا غادي نرجع بسبعه ديال الحبكات، كنحاول انني ما نزيرهمش، وهذه ربعة، هذه خمسة، وهنا ستة، وهذه سبعة. فهنا غادي نجي لهاد العين الرابعة من هنا البنات،
العين الرابعة غادي نعمل فيها غريزة نرجع مع أول حبكة عندي هنا كنعمل فيها غريزة على هذا الشكل، والحبكة الثانية كذلك غريزة، وهذه ثالثة، وهذه أربعة، وهذه خمسة، ستة، وهاد الحبكة الأخيرة كذلك غادي نعمل فيها غريزة، يعني سبعة الغريزات. وهنا غادي نبدأ نركب في العقيق ديالي على هاد الشكل. كناخد أول عقيقة كندفعها وكنخليها هنا الفوق، كنعمل الخيط على شكل هاد الشكل، وكنرجع مع العين الأولى وكنعمل فيها غريزة على هاد الشكل. كناخد كذلك العقيقة الموالية يعني الثانية وغادي نعمل غريزة في العين الثانية، وكذلك غادي ناخد العقيقة الثالثة على هاد الشكل، وكناخد غريزة على هاد الطريقة. وهذه الرابعة، هذه خمسة، وهذه سبعة. فهنا تكونوا عندي سبعة العقيقات، وغادي نرجع مع هاد العوينات اللي بين كل عقيقة وعقيقة كنعمل فيهم غريزة على هاد الشكل، كنخلي هاد العين باينة باش ملي نرجع نعاود نعمل فيها غريزة. هنا البنات كل بين كل عقيقة وعقيقة كنعمل غريزة على هاد الشكل حتى نرد الغريزات اللي كانوا عندي، يعني سبعة الغريزات من أربعة. وهنا بنفس الطريقه البنات مشى لي المقطع، يعني نفس الخدمه اللي غادي نخدم معكم في الدرس الماجي، هي هذه الخدمه اللي غادي نخدم معكم هنا. نتمنى انكم تفهموا. وهنا نفس الخدمه اللي خدمت في الدرس الاول، يعني هي هذه الخدمه اللي خدمت في الدرس الثاني. هنا بنفس الطريقه غادي نبقى كنرجع مع هذا، يعني بين كل عقيقه وعقيقه كنعمل غريزة على هذا الشكل حتى نكمل سبعة الغريزات. وهنا غادي نركب العقيق ديالي، كناخد أول عقيقة، فهنا بديت في الصف الثاني ديال العقيق، وغادي نعمل غريزة على هذا الشكل، يعني كل عين غادي نعمل فيها عقيق. هذه الثانية، وهذه ثلاثة، وهذه كذلك العقيقة الرابعة. كنرجع بنفس الطريقة اللي رجعت بها المرة الأولى. وهنا غادي نركب العقيقة الخامسة، فكنبقى نرجع مع كل عين كنعمل فيه عقيقة حتى نكمل العوينات اللي عندي على هذا الشكل. بنفس الطريقة كنرجع، وهذه العقيقة الأخيرة. وهنا غادي نحسب العين الأولى، العين الثانية، الثالثة، الرابعة، وهذه خمسة، وهذه ستة. فعملت ستة العوينات، او لا يمكن لكم الا درتوه من نول التوب يمكن لكم ستة تعملوا ستة ضربات في التوب، يعني السادسة تعملوا خمسة والسادسة كتشدوا فيها على هذا الشكل. وهنا غادي نرجع مع هاد الغريزات او العوينات اللي عندي، كل عين كنعمل فيها غريزة حتى نكمل سبعة الغريزات.
يعني نفس هاد الخدمة هي اللي غد نخدم على طول البياسة، وهذا هو الشكل اللي غد نبقى خدامة به على طول البياسة. يعني اي ضريس غادي نخدمه بنفس الطريقة، طريقة سهلة وبسيطة صراحة، راه كيطلع بسرعة ما كياخدش لكم الوقت، وبالاخص انه هاد الملاقية كبيرة شوية، يعني غيكونوا غير حبات قلال في هاد الهابطة، فما تاخدش لكم الوقت بزاف. هنا كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.